إلى الطقس، أكد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة غدا وأيضا بعد غد، مشيرا إلى وصول درجة الحرارة في القاهرة ل 38 درجة بتصحبها موجة ترابية تنكسر الخميس المقبل، حيث ستتراجع درجات الحرارة 15 درجة. أنا بشكركم مشاهدين على متابعتكم لهذه الجولة الإخبارية من الحياة الآن. الجولة بتتجدد مع حضراتكم في الغد بمشيئة الله. حتى ذلك الحين تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.